عزة خليل مدير عام السياحة المحلية بهيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة. النهاردة هيئة تنشيط السياحة ليها دور في الايفنت الخيري ده؟ والله هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة يعني بترعى كل الأحداث اللي من شأنها إن هي تعمل رواج سياحي في كل المحافظات على مستوى مصر، ولكن أنا يعني بقول على سبيل التحديد أنا النهاردة مدعوة لأني أنا تعاملت مع الروتري وشفت شغلهم يعني الأكثر من جيد، وأنا جاي لهم مخصوص عشان أشوف الحفل الخيري ده. حضرتك شايفة إزاي النهاردة إيفنت بالحجم دوت بيتكلم عن جمال اسكندرية ومشتركة فيه ملكة جمال مصر لارا، وبالإضافة إن الروتري بيعمل مخصص الدخل أو جزء كبير من الدخل لصالح المستشفيات العامة، إزاي الدخل دوت أو الحفل ده بكل اللي فيه بيمثل إضافة للسياحة في مصر؟ طبعا يعني أي حفلات أو أي مناسبات سياحية على وجه الخصوص بتضيف يعني بتضيف لينا كسياحة، اوكي، وبتنقل الصورة، ودي رسالة يعني للخارج ان مصر قادرة على الاستضافة، ومصر في يعني بالرغم من كل الظروف احنا بنعمل كل المناسبات، وزي ما انتوا حضراتكم شايفين طبعا الدنيا سيف وامان، ودي رسالة ايجابية جدا للخارج. هيئة تنشيط السياحة ايه الأحداث الجديدة أو ايه الأدوار الجديدة اللي بتحاول بيها انها تنشط سياحة خصوصا في الفترة دي، واحنا زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي حدث بالحجم دوت وزيه كتير احنا بنرد بيه على العنف اللي موجود في البلد، وبنقول ان احنا البلد لسه بخير وان احنا السياحة بخير جوان. الهيئة بقى ايه دورها أو بتعمل ايه أدوار جديدة؟ هنتكلم على المستوى المحلي. احنا هنبدأ في مبادرة للسياحة الداخلية لكل المصريين، المبادرة دي هتبدأ إن شاء الله من يوم 15 ديسمبر ل 30 إبريل، دي المرحلة الأولى، وهي هتكون على مدار السنة كلها، ودي هتكون يعني هتبقى في الأقصر وأسوان، نايل كروز، الرحلات اللي هي كل مصري بيحب ان هو يزورها ويشوفها، ده بالإضافة للرحلات اللي هي القصيرة، رحلة اليوم الواحد، رحلة الويك اند، دي هتبقى مدعمة من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وطبعا بنسعى والاسعار هتبقى في متناول الجميع ان شاء الله. طبعا شور، طبعا طبعا، واحنا بنحاول يعني بقدر الامكان ان تكون المبادره دي يعني بتخاطب كل شرايح المجتمع. المبادره دي لدعم السياحه الداخليه، لان طبعا يعني من حق المواطن المصري انه يشوف بلده، في اماكن كتيره جميله جدا جدا وما بنشوفهاش. حضرتك شايفه ان الجمال وان المصري اذا شاف الاماكن الجميله في بلده وحس بالجمال دوت هيبعد اكيد كل البعد عن العنف اللي موجود فيه. طبعا دي طبعا يعني دي الرساله، اوكي. زي ما بقول الشرايح المجتمع اللي انا بستهدفها اللي هي الجامعات، المدارس، فطبيعي واحنا خصوصا ان احنا داخلين على اجازات نص السنه واجازات النيو يير وكده، فدي احنا استغلناها فرصه، وهي هتكون على مدى السنه كلها يعني هتبقى متاحه للجميع، فطبعا وجود الاجازات اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله دي يعني هتخلي كل الشباب يشوفوا بلدهم، سواء هتبقى بالقطر بالاتوبيس، هتبقى باسعار يعني متوفره للكل. بالظبط. السياحة الخارجية حضرتك ايه الدور دي؟ السياحة الخارجية احنا برضو على نفس المسار او على نفس بالتوازي، في حملة للسياحة العربية لان السياحة العربية هي وحشتنا، وطبعا من السياحات اللي احنا يعني احنا بنبقى محتاج لها في الوقت ده، يعني احنا في مثلث السياحة الداخلية، السياحة الدولية، السياحة العربية، وكلها على نفس بالتوازي، فاحنا يعني مبادراتنا كلها للثلاث جهات. شايفه حضرتك ان السائح المصري او الاجنبي محتاج الى تنميه، محتاجين ان احنا نوعيه ونديله نقول له ايه دوره؟ طبعا الوعي السياحي طبعا ده، وان شاء الله ده هيبقى فيه حمله برضو يعني دوره تدريبيه وللتوعيه السياحيه، اوكي، عشان نقدر نتعامل ازاي مع السائح ونسترجع السائح اللي هو يعني بعد عننا الفتره اللي فاتت. احنا بنرجع بالحاجات دي كمان صوره مصر.
طبعا صورة مصر، وهي عموما صورة مصر أنا شايفة الفترة دي يعني نسبة الإشغال كويسة جدا. الشارم اللي هي السياحة الشاطئية أوكي، يعني نسبة الإشغال بقت عالية دلوقتي. كل اتجاهاتنا على الأقصر وأسوان اللي هي السياحة الثقافية، نسترجع السياحة الثقافية. الدعم اللي بتقدمه هيئة تنشيط السياحة ومع وزارة السياحة بيزود كمان فرص العمل طبعا، وده الهدف الرئيسي. ان فعلا انت بتشغلي فنادق الاقصر اسوان، سواء الفنادق العايمه الفنادق الثابته، بتشغلي الناس اللي هم بتوع الحناطير بامانه، يعني احنا بتشغلي البازارات، بتشغلي كل حاجه في الاقصر واسوان او في الديستنيشن اللي انت يعني هتطلع لي المبادره. بتشجعوا الشباب انهم يعملوا دور تطوعي في الاعمال دي؟ يعني في للشباب دور تطوعي ممكن يقدم حاجه شارتي انه وقته يقضي جزء من وقته مثلا يساعد فيه بشكل ما؟ طبعا زي ما حضرتك شايفه النهارده، ما هو انا شايفه النهارده ده كله تطوع، وانا شايفه مجموعه الشباب، المجموعه اللي قائمه على العمل ده اكتر يعني من رائعه، وهي فعلا كلهم متطوعين وعملوا اكتر من حدث، وانا شايفه افكارهم جيده وافكارهم حلوه جدا، واحنا هنتبنى هذه الافكار ان شاء الله. شايفه حضرتك الحدث بتاع النهارده ازاي؟ انا شايفه يعني تجمع رائع وحاجه جميله، وزي ما بنقول يعني ايرادات الحفله هتبقى للشاريتي او للجمعيه المستشفيات بالظبط في اسكندريه. فدي حاجه يعني انا شايفاها حاجه رائعه وبدايه جميله جدا، وان الشباب تتبنى هذا الموضوع. وعايزه اقول برضو ان الهيئه تنشيط السياحه وزاره السياحه بتتبنى اي موضوع زي هذه المواضيع اللي هي من شأنها ان هي تبقى حاجات تطوعية، وفي نفس الوقت يبقى ليها هدف انساني بعد. شكرا يا استاذ عسى، وميرسي لحضرتك، وان شاء الله تستمتعي بالحفلة. اشكرك، ميرسي، الف شكر.